مشاهدينا في هذه الجوله التي نطالع فيها سويه ما تنقلته الصحف المحليه والاقليميه والدوليه الصادره لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لاهم رسوم الكاريكاتير. قرار مجلس الامن الدولي بشان ارسال بعثه سياسيه امميه الى السودان مع تمديد مؤقت لعمل قوات حفظ السلام المشتركه يوناميد في دارفور راعى الهواجس السودانيه والمطالب الدوليه وسط اعتقاد بان وجود مظله امميه من شانها ان يدفع مسار الانتقال السياسي في هذا البلد قدما. هذا ابرز ما اهتمت به الصحف الصادره اليوم. اما بدايتنا فهي سوريا من صحيفه القدس العربي التي عنونت روسيا ترسل دفعه ثانيه من طائرات مقاتله لسوريا. قالت سفاره موسكو بدمشق ان روسيا ارسلت مجموعه من الطائرات المقاتله من طراز ميج 29 لسوريا وان الطيارين السوريين يستخدمون بالفعل الطائرات للقيام بمهام داخل المجال الجوي للبلاد وامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي وزارتي الخارجيه والدفاع باجراء محادثات مع سوريا الحليفه المقربه للحصول على المزيد من التسهيلات والقدرة على التحرك في المناطق البحرية. بالاضافة الى القاعدتين العسكريتين لموسكو هناك بالفعل وقالت السفارة الروسية في سوريا على تويتر ان الدفعة الاحدث من الطائرات كانت لقوات النظام السوري وقالت استقبل الجيش السوري الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز ميغ 29 من روسيا في اطار التعاون العسكري والفني بين بلدينا. ونشرت السفارة رابطا لتقرير من وكالة أنباء سانا في الثلاثين من مايو أيار نقل عن مصدر عسكري سوري قوله إن المقاتلات كانت أكثر فاعلية من جيلها السابق وسيتم استخدامها اعتبارا من أول يونيو حزيران وأيضا في شأن السوري مجلة فورين بوليسي الأمريكية لقد نشرت مقالا تحت عنوان هل ستقرر الانتخابات الامريكيه مستقبل الرئيس في سوريا جاء في المقال ان بقاء الرئيس السوري بشار الاسد بات يعتمد على الانتخابات الرئاسيه الامريكيه في تشرين الثاني نوفمبر المقبل وماذا ستعني بالنسبه للعلاقات الامريكيه الايرانيه فان فاز ترامب في دوره ثانيه فانه يمكن للسوريين ان يتوقعوا مزيدا من الوضع الحالي حيث غالبا ما تستمر اداره ترامب بحمله الضغط الاقصى على طهران، ولكن ان فاز المرشح الديمقراطي المتوقع جون بايدن فغالبا ما سيعود للدبلوماسيه ويختار التعامل مع ايران، ويعود للاتفاق النووي وكجزء عفوا وكجزء من العمليه ستقوم اداره بايدن غالبا برفع العقوبات عن اداره عن ايران. وبالطبع فان هذا سيقوي الاسد في سوريا ويقوض العقوبات الامريكيه على الحكومه هناك ويقوي ايران في الشرق الاوسط وتختم المجله لن يرفع اي من ترامب او بايدن العقوبات عن سوريا ولذلك فستبقى امكانيه النمو محدوده ولكن ان استطاعت سوريا ان تعتمد مره اخرى على الدعم من ايران فيتوقع ان يستطيع الاسد الامساك بزمام السلطه. اما صحيفه الشرق الاوسط فلقد كتبت تحت عنوان تفاقم الازمه الغذائيه للسوريين جراء تدهور الليره وحرائق المحاصيل حيث تفاقمت الازمه المعيشيه في دمشق ومناطق عده في سوريا وسط تراجع سعر صرف الليره السوريه مقابل الدولار وحصول حرائق ضربت محاصيل زراعيه اساسيه وقالت مصادر مقربه من اسواق الصرف في دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن سعر صرف الدولار سجل حوالي 2000 ليرة وهذه المرة الأولى التي يبلغ سعر الصرف هذا المبلغ ما يعادل 40 ضعفا عن سعر الصرف عام 2011 وذكرت المصادر أن حركة الأسواق أصيبت بالشلل بعد الارتفاع الذي شهده الدولار وأن الكثير من المحال التجارية أغلقت بسبب ارتفاع الأسعار البضائع مقارنة بسعرها بالدولار وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في وقت عادت الحرائق المفتعلة في أرجاء سوريا لتلتهم قوت السوريين في سيناريو مشابه للصيف الماضي، وعاد معها تقاذف الاتهامات بين الأطراف والسباق على شراء المحاصيل الزراعية. أما مقالنا في الشأن السوري نشرت وكالة نورث بريس تحت عنوان ولكنهم مستوطنون. مقالا للكاتب شورش درويش حول الاستيطان في المناطق التي احتلتها تركيا في سوريا لنتابع المقال ومن ثم نعود ضيقت منظمة حقوقية سورية في وقت لاحق على من أطلقوا توصيف مستوطنين عند الحديث عن من احتل عفرين ورأس العينوة الأبيض ذلك ان رهافه مؤسسات الرقابه الحقوقيه تضع هذه المفرده في سياق خطاب الكراهيه في عمل يصح القول فيه انه اقرب الى صيغه كم افواه الموجوعين من احتلال تركيا مدنهم وقراهم وبيوتهم واسكان عشرات الالاف مكانهم فيما شرد السكان الأصليون معظمهم كرد سوريون إلى مخيمات ومدن ليست مدنهم حصل ذلك في أكبر عملية تغيير ديمغرافي عرفتها سوريا قبل وبعد الحرب اختلطت فيها الاستراتيجية التركية الرامية إلى تبييض الحدود مع حركة إيواء أشقياء الميليشيات المسلحة الموالية وعائلاتهم وتوطينهم في المناطق الكردية السورية لا تحض كلمة مستوطن على الكراهية لكنها قد تفهم في سياق تشبيه الكرد بالفلسطينيين بينما يتحول الاتراك والميليشيات ومن رافقهم الى مستوطنين اسرائيليين، مع ذلك تحوي مثل هذه المقاربه على جوانب صحيحه، اذ ان من يغتصب الملكيات العقاريه والزراعيه والتجاريه لتؤول اليه دون وجه حق، وان تكون عمليه السطو على البيوت الشاغره جزءا من سياسه احتلال تركي غير معلن، وافراغ المنطقه من العنصر الكردي في مقابل احلال عناصر اخرى تكون اكثر ارتباطا وانسجاما مع السياسه التركيه. لا علاقة لتوصيف السوريين لسوريين آخرين بالمستوطنين بتقسيم البلاد إلى دولتين واحدة عربية وأخرى كردية حتى يصدق وصف المحتل أو المستوطن على الطرف المتورط في أعمال الطرد والإحلال السكاني والعنصري في المروية الأكثر شهرة عن الفلكي غاليليو المتأثر بنظرية كوبرنيكوس حول مركزية الشمس ودوران الأرض أشيع أن غاليليو مثل أمام محكمة تفتيش وطلب اليه سحب كلامه عن دوران الارض الذي لا يتوافق واراء الكنيسه في مقابل اعفائه عن عقوبه السجن في البدايه تراجع غاليليو نال صك البراءه لكنه تمتم قبل خروجه من قاعده المحكمه الكنيسه بالقول ولكنها تدور والحال قد تطلب منظمات حقوقيه تغيير وصف مستوطنين قد ينزل واحدنا امام رغبتها تلك ولكنهم مستوطنون والآن إلى الشأن الشرق أوسطي الشأن الشرق أوسطي بداية من صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي عنونت إنهاء التعاون الأمني في الخليل يثير مخاوف الإسرائيليين من اندلاع انتفاضة ثالثة إن انتهاء التعاون الأمني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يثير مخاوف الإسرائيليين من اندلاع انتفاضة جديدة وذلك بعد أسبوعين من إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل ضد مخططات إسرائيل لضم أراضي, أراضي الضفة الغربية المحتلة وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع الذي يدافع عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المفترض أن يتم تقديمه إلى الكنيسة في بداية شهر يوليو تموز القادم على الرغم من الشكوك المستمرة بشأن تنفيذه وفي مواجهة هذا التهديد يبدو أن الرئيس عباس قد اختار الرد التدريجي من خلال تقليل التفاعل مع إسرائيل وأوضحت اللوفيغارو أنه في البلدة القديمة لم يشهد التجار أي تغيير كبير منذ إعادة فتح المتاجر المغلقة لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا مؤكدين ان الازمه الاقتصاديه تقلقهم اكثر من مشروع الضم وايضا في شان الشرق الاوسط صحيفه الشرق الاوسط لقد كتبت تحت عنوان يمنيون يتخوفون من مصير الاغاثه في مناطق الحوثيين نجح الاجتماع الذي نظمته السعوديه بالتعاون مع الامم المتحده الثلاثاء في حشد المانحين الدوليين للتبرع بحوالي 1.35 مليار دولار لدعم الاستجابه الانسانيه في اليمن خلال 2020، في ظل وجود مخاوف متصاعده في الشارع اليمني بخصوص استمرار مشكله هدر الاموال على المجهود الحربي الحوثي من قبل بعض الوكالات الامميه. هذه المخاوف اليمنيه كانت عززتها التقارير الامميه السابقه وكذلك الشكاوى الحكومية السطو على جزء كبير من هذه المساعدات، إضافة إلى استمرار المواقف المعرقلة للجهود الإنسانية الدولية، بما في ذلك مزاعم قادة الحوثيين عن عدم جدوى عمل الوكالات الأممية في مناطق سيطرتها لإسناد السكان الذين يُنظر إليهم بأنهم باتوا في معتقل كبير. لا يزال السؤال المطروح هو ما الذي سيتغير الآن؟ وهل هناك ضمانات؟ لذهاب هذه التبرعات الى المكان الصحيح وايضا في شأن الشرق الاوسط معهد جستون عنوانه لقد نشرت تحت عنوان اردوغان يريد ان يشكل كيانات مواليه له في كل بلد عربي في ظل الازمه الاقتصاديه الخانقة التي تعاني منها انقره يحاول رئيس النظام التركي اردوغان استغلال حروبه خارج حدود حدوده ليزيد شعبيته وكذلك لاعاده احياء الحلم العثماني وتشكيل كيانات مواليه له في كل بلد عربي وقال معهد جيستون الامريكي من المفارقات انه خلال العهد العثماني تم تقديم ليبيا الى قسمين احدهما مرتبط بطرابلس في الغرب والاخر مرتبط ببنغازي في الشرق والتي يشبه الى حد كبير الانقسام الحالي بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس وخصومها في الشرق، ويعلم اردوغان ان كل مغامرة سياسية خارج الحدود التركية تزيد من شعبيته، وخاصة في الوقت الذي يمكن فيه للمصاعب الاقتصادية ان تقلل من شعبيته في الداخل. وبالنسبة لتركيا تعد حملة ليبيا جزءا من حرب طائفية، يريد اردوغان نظاما مخلصا ووديا لتركيا في ليبيا. نظاما يمكن ان يكون مفيدا لاعاده الاخوان المسلمين الى السلطه في مصر، وليكون حليفا اسلاميا اخر لاردوغان. اما مقالنا في شأن الشرق الاوسطي، نشرت صحيفه الشرق الاوسط تحت عنوان: العراق لن يستعاد الا خطوه خطوه وايران لن تغادره بسهوله. مقالا للكاتب صالح القلاب حول صعوبه استعاده العراق لعلاقاته مع الدول العربيه لنتابع المقال إنه لازم لا بل هو واجب قومي في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة حيث الوضع العربي بصورة عامة لا يسر الصديق ولا يغيظ العدا أن تكون هناك هذه المبادرة الخيرة بالانفتاح على العراق كخطوة ضرورية ليأخذ مكانه الذي لا يمكن أن يملأه غيره في كيان أمته العربية وعلى غرار ما بقيت عليه الامور في حقب زمنيه متلاحقه من العصر العباسي والعصر الاموي وقبل ذلك بكثير عندما كانت هناك دوله المناذرة العرب الذين حتى في ذلك الزمان البعيد جدا قد لقنوا الفرس ذلك الدرس الذي ما نسوه ولن ينسوه في معركه ذي الشهيره. وبالتأكيد فإنه غير مطلوب أن تكون هناك ذي قار جديدة، والمفترض أن إيران دولة مجاورة لا تتدخل في الشؤون العربية ولا يتدخل العرب في شؤونها، وكان من الممكن أن تكون العلاقات مع هذه الدولة الجارة التي يصفها البعض بالشقيقة غير هذه العلاقات الحالية المتوترة. والمقصود بهذا الاستعراض المطول هو ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيواجه صعوبات فعليه كثيره وتعقيدات لا حصر لها في اعاده العراق الى حاضنته العربيه والى موقعه القومي الذي بقي يشغله كصاحب قرار رئيسي وفاعل ان في الجامعه العربيه التي كان احد مؤسسيها وان في كل المؤسسات السياسيه والثقافيه والعسكريه والامنيه التابعه لها. ايران التي باتت تتصرف مع العراق كحديقه خلفيه لا بل وكابار نفط يملكها الايرانيون وكاسواق لبضائعها الرديئه لا يمكن ان تسمح لهذا البلد العربي بالعوده الى حاضنته العربيه والى اشقائه العرب وبخاصه انها عمليا توجد وجودا عسكريا احتلاليا في خمس دول عربيه يبقى انه لا بد من القول في النهايه انه بالامكان الاقتراب من العراق كبدايه كخطوه بعد خطوه وانه يمكن الاكتفاء بزياره اخويه لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم الى الرياض تكون بدايه لخطوات هادئه يجري تطويرها من دون الاصطدام لا بالايرانيين ولا بالقوى والتنظيمات التابعه لهم الا بعد اخراجهم من بعض الدول العربيه والان الى الشان العالمي. عالميا صحيفه العرب اللندنيه لقد كتبت تحت عنوان السودان يدخل مرحله سياسيه جديده تحت مظله يوني تامس، دخل السودان مرحله سياسيه جديده عقب موافقه مجلس الامن. على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمتها دعم المرحلة الانتقالية تحت مسمى يوني تاميس لفترة أولية مدتها 12 شهرا ما يعزز القواعد النزيهة لضمان سريان المعادلة السياسية الراهنة حيث أضحت المكونات المدنية والعسكرية في السلطة والحركات المسلحة تحت أعين الأمم المتحدة التي عليها تعيين مبعوث لدى السودان خلال الأيام المقبلة أصدر مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء بالإجماع قرارين رعتهما ألمانيا وبريطانيا نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية بينما نص الثاني على تمديد مهمة, مهمة قوة حفظ السلام في دارفور يوناميد ومؤلفة من ثمانية آلاف جندي إلى نهاية العام على الأقل وتبنت الأمم المتحدة صياغة سياسية حظيت بقبول سوداني واستبدلت الوجود تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية إلى البند السادس من خلال بعثة يقتصر دورة على تقديم الاستشارات السياسية والفنية أما صحيفة بيزغلياد الروسية فلقد عنونت الاتحاد الأوروبي يتجرأ على الولايات المتحدة كتب إيفان أباكوموف حول خطاب اوروبي غير مسبوق ينتقد استخدام العنف ضد المحتجين في امريكا حيث قال المحلل السياسي الالماني الكسندر راهار لبيزغلياد معلقا على الانباء التي تفيد بان الاتحاد الاوروبي ادان عنف الشرطه الامريكيه هذا امر غير مالوف ان يوجه انتقاد لامريكا من هذا الموقع الرفيع من الاتحاد الاوروبي باكمله هذا امر بالغ الجديه ولن يمر من دون رد ستكون رده فعل الامريكيين حاده للغايه على ذلك واضاف تلتزم اوروبا دائما باولويه سياسات القيم وراهار متاكد من ان ترامب لن يفوت فوت الفرصه لجعل الاوروبيين يلزمون حدودهم وسيوجه كلمات قاسيه وغير طيبه في حقهم وقال في احسن الاحوال سيلتزم الامريكيون الصمت لكنني اعتقد بانهم سيصلون الى افهام الاوروبيين ان مثل هذا النقد من الحلفاء لا يروق لهم، لا يريد ترامب في حال من الاحوال ان يسمع اي تعاليم منهم. اما مقالنا في الشان العالمي نشرت صحيفه الخليج الاماراتيه تحت عنوان ماذا حقق الناتو مقالا للكاتب تي جي كولز. حول الزياده في الانفاق العسكري لحلف الناتو على حساب الرعايه الصحيه لنتابع المقال في نوفمبر 2019 حين حذر الخبراء انه من المحتمل تطور فيروس كورونا في المستقبل القريب، تباهى الناتو بان حلفاؤه الاوروبيين بما في ذلك المملكه المتحده، وكذلك كندا يعززون ميزانيتهم العسكريه بمعدل 4.6% او ما قدره 130 مليار دولار منذ عام 2016، ويعني ذلك ان هذه الزياده في الانفاق العسكري تتم على حساب الرعايه الصحيه. ما لا يقل عن 2% من الانفاق العسكري الوطني بين اعضاء الناتو مخصص لتمويل منظمه الصحه العالميه، في غضون ذلك حذر الخبراء من ان منظمه الصحه العالميه تستمر في مواجهه ضغوط ماليه هائله. ان منظمه حلف شمال الاطلسي الناتو تبحث عن نفسها وعن انجازاتها، لانها لا تزال واحده من القوى المحتله في افغانستان، وهي واحده من افقر الدول واكثرها بؤسا على وجه الارض. وعلى عكس حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة، يتبع الناتو ارشادات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع كورونا، ويمتلك موظفوه معدات مع الحماية الشخصية المطلوبة، وذلك على عكس العمال المدنيين في الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يعملون في الخطوط الأمامية. وفي الوقت الذي قطع فيه ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية، واستهزأ بشأن نقص التمويل لحلف الناتو زادت الولايات المتحدة وإسرائيل والنرويج دعم منظمة حلف شمال الأطلسي ضمن برنامج الدعم الحازم وفي ليتوانيا العضو في حلف الأطلسي تتمركز مجموعة من الجنود على حدود جزيرة لينينغارد الروسية ويصف الحلف ليتوانيا بأنها جزء من أكبر التعزيزات الدفاعية الجماعية للحلف خلال جيل ولكن ألا يجب على الحكومة الليتوانية مثل بقية الغرب أن تنفق أموال الناتو على الرعاية الصحية العامة بدلا من تعريض سكانها لخطر الاباده النوويه من قبل روسيا المستفزه. الواقع ان احد الفوائد القليله للفيروس هو انه اعاق نشر القوات الامريكيه، حيث مدد مسؤولو الدفاع تجميد حركه القوات واحتجزوا السفن في الموانئ ووضعوا الاطار الذي سيبدو عليه الجيش في فتره توقف طويله بسبب جائحه كورونا. والان الى اخبارنا المنوعه. أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت فلسطيني يعزل نفسه في أحضان الطبيعة لتوثيق الحياة البرية. يختبئ الفلسطيني محمد الشهابي فجر كل يوم وراء العشب الكثيف والأشجار الطويلة لتوثيق الحياة البرية حول قريته دير غسانة الواقعة بين نابلس ورام الله. في الضفة الغربية وحمل الشهابي الكاميرا الرقميه ودس بطانيته ذات الالوان المموهه في حقيبه الظهر، وانطلق يصور ويوثق انواع الحيوانات المختلفه مع التركيز على الطيور، وعندما بدأ في مشاركه لقطاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حظي الشهابي باهتمام كبير من الفلسطينيين الذين يجهل كثيرون منهم الجمال الطبيعي المحيط بهم. وشجع هذا الاهتمام الشاب الثلاثيني على الخروج كل يوم والتواصل بصوره مع الناس في جميع انحاء العالم وقال انطلقت في توثيق وتصوير الحياه البريه دون تخطيط مسبق ولم افكر للحظه ان الامر سيلقى كل هذا التجاوب من قبل الناس فقد بدات في التصوير ثم نشر صور الحيوانات عبر صفحتي فيسبوك فوجدت ان متابعي متابعي أحب ذلك كثيرا وتابع شكل الحجر الصحي فتره ايجابيه جدا بالنسبه لي حيث تفرغت تماما لتصوير الحياه البريه فقد كنت في حاجه ماسه ونبقى في اخبارنا المنوعه احتفلت ليتوانيا بنجاحها في احتواء جائحه فيروس كورونا من خلال تنظيم سلسله من العروض الموسيقيه في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد لنتابع احتفلت لتوانيا بنجاحها في احتواء جائحه فيروس كورونا من خلال تنظيم سلسله من العروض الموسيقيه في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد وشارك اكثر من اربعمائه فنان وعازف في تقديم حفلات غنائيه وعروض للبالي والاوبرا في العديد من الحدائق والميادين وحتى على اسطح المنازل واقتصرت مده هذه العروض على خمسه دقيقه فقط امتثالا للقيود القائمه على التجمعات العامه كما قدمت الأوركسترا الليتوانية عرضا خارج الكاتدرائية الرئيسية في العاصمة فيلنوس عزفت فيه عددا من المقطوعات الكلاسيكية التي ألفها الموسيقار الألماني يوهانس برامز وكذلك موسيقى تانجو للفنان الأرجنتيني أستور بياسولا وكانت ليتوانيا قد أغلقت حدودها وفرضت حالة عزل عام صارمة لمدة شهر في منتصف مارس/آذار بعد فترة وجيزة من اكتشاف أول إصابة بالفيروس على أراضيها، لكن جرى رفع معظم القيود منذ ذلك الحين مع تباطؤ وتيرة الحالات الجديدة إلى أقل من ست حالات في اليوم. والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم لنتابع معا ومن ثم نعود نهايه الجوله شكرا لكرم المتابعه ولا تنسوا زياره في موقعنا الرسمي اليوم في دوت الى اللقاء